تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالاند وأبرز ما فيها. وصول وفد حكومي كبير برئاسة وزير الطاقة والمعادن إلى مطار هيثرو الدولي في زيارة عمل إلى بريطانيا. رئيس المحكمة العليا بروفيسور آلان علي حاجة أحمد ولقاء مع التلفزيون الوطني. المدير العام بوزارة التخطيط بجمهورية سومالاند وندوة علمية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن نشرة بالتفصيل. وصل إلى مطار هيثرو الدولي وفد حكومي كبير برئاسة وزير الطاقة والمعادن معالي حسين عبد الدعالة، وذلك في زيارة عمل، حيث كان برفقة الوزير عدد كبير من المسؤولين. وصل إلى مطار هيثرو الدولي وفد حكومي كبير برئاسة وزير وزارة الطاقة والمعادن بجمهورية سومالاند معالي حسين عبد الدعالة، وذلك في زيارة عمل. هذا ويضم الوفد نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون العالمي سعادة أحمد آدم إسماعيل وعدد آخر من المسؤولين. وكان في استقبال الوفد لدى وصوله لأرض المطار عدد من جالية سومالاند المقيمة بدولة بريطانيا مدير فرع التلفزيون الوطني بالمملكة المتحدة السيد عبد الرحمن آدن سفير سومالاند لدى بريطانيا سعادة علي آدن عوالي. وفي كلمة الوزير وزارة الطاقة والمعادن بجمهورية سومالاند معالي حسين عبد الدعالي، وجه من خلالها أولا الشكر لجالية سومالاند على حسن استقباله، وأعلن أن الهدف من هذه الزيارة هو المشاركة في مناسبة كبيرة سيتم فيها الإعلان عن الاعتراف بجمهورية سومالاند من قبل مدينة تاور هامبتون بشرق لندن، وذلك يوم قد، حيث عبر عن سعادته بتمثيل جمهورية سومالاند في هذه المناسبة التاريخية. وتحدث كذلك بكلمة سفير سومالاند لدى بريطانيا السيد علي آدن عوالي، عبر من خلالها عن شعوره بالفرحة للمشاركة في هذه المناسبة. وتحدث بكلمة كذلك عضو المجلس المحلي لمدينة تاور هامبتون السيدة آمينة أحمد علي، رحبت من خلالها بالمسؤولين وأكدت على حق سومالاند في الحصول على اعتراف دولي من قبل المجتمع الدولي. عقد اليوم رئيس المحكمة العليا بجمهورية سومالاند بروفيسور آدن علي حاجة أحمد لقاء مع التلفزيون الوطني، أعلن من خلاله عن توزيع الزي موحد لكافة العاملين بالمحكمة. عقد اليوم رئيس المحكمة العليا بجمهورية سومالاند بروفيسور آدن علي حاجة أحمد لقاء مع التلفزيون الوطني، أعلن من خلاله عن توزيع زي موحد لكافة العاملين بالمحكمة. وفي كلمة رئيس المحكمة العليا بروفيسور آدن علي حاجي أشار من خلال كلمته بهذه الخطوة المهمة نحو تطور من خلال تقديم زي للمحاميين والمدعين العام بالجمهورية ولكافة العاملين من مجال القضاء، حيث أعلن أنه بدءا من اليوم يجب الالتزام بارتداء الزي الموحد لكافة العاملين بالمحكمة. من جانب آخر، تحدث بكلمة المدعي العام بجمهورية سومالاند أشار من خلال كلمته بالخطوة التي قام بها رئيس المحكمة العليا، مؤكدا بأننا بأمس الحاجة إليها. تحدث أيضا في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. عقدت اليوم وزارة التخطيط الوطني بجمهورية سومالاند ندوة علمية هدفت من أجل عرض دراسة تبين مدى التطور والتنمية التي توصلت إليه سومالاند بكافة المجالات. عقدت اليوم وزارة التخطيط الوطني بجمهورية سومالاند ندوة علمية هدفت من أجل عرض دراسة تبين مدى التطور والتنمية التي وصلت إليه سومالاند في كافة المجالات، خاصة في التعليم والصحة والإنتاج المحلي والبنية التحتية. شارك في هذه المناسبة المدير العام بوزارة التخطيط الوطني سعادة عبد الرشيد أحمد قوليد، ومدير قسم التعداد السكاني بوزارة التخطيط، موظفي الوزارة والهيئات العاملة مع الوزارة، مسؤولين وضيوف شرف آخرين. تحدث بكلمة في بداية المناسبة مدير قسم التعداد السكاني بوزارة التخطيط السيد حسن عبد الله جامع، تطرق من خلالها إلى المراحل العديدة التي مرت بها جمهورية سومالاند من ازدهار وتنمية، خاصة من ناحية الإنتاج الزراعي والصناعي، مشيرا كذلك إلى أهمية هذه الدراسة من أجل الحصول على معلومات واضحة للتطور والتقدم في كافة المجالات في الوطن. من جانبه، تحدث بكلمة المدير العام بوزارة التخطيط الوطني سعادة عبد الرشيد أحمد قوليد، أشار من خلالها إلى أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لإجراء دراسات علمية، مؤكدا إلى الفائدة التي ستعم على المجتمع منها. عقد اليوم رئيس لجنة تقصي حقائق المقابر الجماعية بجمهورية سومالاند لقاء مع التلفزيون الوطني بمدينة أوسلو، أكد على وجود مقابر جماعية التي ارتكبها النظام السابق زياد بري. عقد اليوم رئيس لجنة تقصي الحقائق بجمهورية سومالاند لقاء مع التلفزيون الوطني بمدينة أوسلو، أكد على وجود مقابر جماعية، وهذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها. الحقيقة المرة أن شعب سومالاند تم إبادته بشكل جماعي من قبل حكومة زياد بري العسكرية، وأكد على وجود أدلة تثبت المجازر ومنها المقابر الجماعية. وحث رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد خضر أحمد مواطني سومالاند المغتربين بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق من أجل القبض على مرتكبي هذه الجرائم البشعة وإيصال أي معلومات للجنة تتعلق بمرتكبي هذه الجرائم.
لكي تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية ضدهم. بعث اليوم مواطني سوماليلاند المقيمين بمدينة لندن تعازيهم ومواساتهم لأهالي وأقرباء الفقيد أحمد حسن عوكة، والذي كان يعد من أبرز الإعلاميين بالوطن، والذي وافته المنية بدولة إثيوبيا يوم أمس. بعث اليوم مواطني سوماليلاند المقيمين بمدينة لندن تعازيهم ومواساتهم لأهالي وأقرباء الفقيد أحمد حسن عوكة، والذي كان يعد من أبرز الإعلاميين في الوطن، والذي وافته المنية بدولة إثيوبيا يوم أمس. وفي كلمة لعدد من مواطني سوماليلاند المغتربين ومن بينهم سفير سوماليلاند لدى بريطانيا سعادة علي عوالي، عبروا عن حزنهم الشديد لوفاة الفقيد أحمد حسن عوكة، حيث كان يعد من أبرز الشخصيات الإعلامية في مجال الصحافة، وتمنوا من الله القدير أن يتقمد الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا مني وفريق العمل دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.